قال لك ايه يا عبد الاحد جمال الدين، وقت ما كنت راح تقدم على التليفون علشان يعني انك تدخل التليفون في البيت ده انجاز كبير. الله يرحمه الدكتور عبد الاحد جمال الدين، هو من بلدياتي من زفته. بس حتى انا وقتها ما قلتلوش لا انا من زفته ولا عاتي، بس انا جاي من يعني لعيب في النادي الاهلي. في مكتبه في الوزاره. يا دكتور انا محتاج تليفون، عايز اركب تليفون. وكانت تركيب التليفون صعبه قوي، من المستحيلات انك تركب تليفون وفي وقت قياسي يعني. فقال لي فين، قلت له كذا كذا، كلم وزير الاتصالات وقتها، كان مش فاكر مين يعني. ففعلا ركبوا لي تليفون في فتره يعني تعتبر بسيطه، كان انجاز ان حمد ابو راضي يركب له تليفون وبقى في منطقه تعتبر شعبيه الزاويه. يعني مفيش اي حد عنده تليفون. فبقى التليفون دوت انا كانك عندك برج ارسال عندي. طب فاكر يا كابتن حمدي وحضرتك في الناشئين اول مكافاه، وانت في الناشئين اول مكافاه تاخدها من النادي الاهلي كانت كام، او اول مرتب؟ مش فاكر، بس انا فاكر ان البطوله واخدها لحد دلوقتي عندي شهاده البنك الاهلي بجنيه. كان النادي الاهلي وقتها 5 جنيه. 5 جنيه؟ بس ايه، كل شهاده بجنيه. خمس شهادات لحد دلوقتي عندي. بس طب حلو قوي. يعني وقتها النادي الاهلي وقت ما كنت بتاخدوا البطوله بتاخد المكافاه بتاعتك شهادات الاستثمار. حتى في الدرجه الاولى كنا بناخد المكافآت الدوري او افريقيا او بتاع، كنت تاخد شهادات عشان يعني ضرايب وحاجات من دي.